الحين حطيت الزبدة وهذا الجدر الفخار، أوكي. والحين جاء دور الثوم، حطيت الثوم مع البصل وحمسهم مع بعض بهالفخار هذا. فوق البصل والثوم بحط الكزبرة. والحين دور الشبنت، بحط الشبنت معاهم. والحين دور الطماط، شوية طماط معاهم مع الشبنت والكزبرة والثوم والبصل والزبدة. والحين بضيف التونة فوقهم، فوق هالمكونات. والحين دور البهارات، أحط الكركم، شوية كركم، شوية بهارات مشكلة، وهذا الملح مع الفلفل الأسود، أنا خالطهم جميع مع بعض، وشوية فلفل أحمر. وهذا العيش يا جماعة شفتوه مغسول من زمان، مغسول من زمان، منقع من زمان، فكتينا من الماي